لسنوات طويلة لم يستطع النظام الإقليمي العربي حل الأزمات ووقف الانهيار. تراجعت ثقة المواطن العربي بمؤسسات العمل العربي المشترك أكثر، وغاب التنسيق والفعل العربي المؤثران، فتسلل الغير عبر الفراغ ليتدخلوا في شؤوننا وليحيلوا عديد حواضر عربية ساحات صراع نفوذ وتحارب أجندات. ونمتلك اليوم ونحن نجتمع لنعد لاجتماع القادة في قمتهم 28 فرصة لاستعادة المبادرة والتوافق على سياسات يمكن أن تضعنا على الطريق نحو حل الأزمات وتجاوز التحديات. على الحث من الداعية السلبية لمظاهر الوقع بالعمل العربي المشترك تلوماً وتمنياً له خاصة وأنها تمثل حزمة مركبة ومتداخلة من المشكلات السياسية الداخلية والتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية، وهذه كلها تهديدات عابرة للحدود تواجه دولنا كافة وتهدد الكيان العربي في مجموعه، كما تضرب الأساس الذي يقوم عليه وهو الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة. ولن يكون ممكناً مجابهة هذه التهديدات إلا بالعمل الجماعي والجهد المشترك المتضافر، ولا ينبغي أن تنسينا هذه الأزمات الضاغطة قضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية. إن الإجماع الدولي حول حل الدولتين واضح وراسخ، وقد رسمت المبادرة العربية للسلام الطريق إلى إنفاذ هذا الحل، والعرب على استعداد كامل للتعامل مع أي جهد دولي مخلص من أجل إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ومعالجة الأفكار المرتجلة التي تتولى السلبية لمظاهر الفوضى التي يواجه